بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء، ولسه مكملين مع الباب الـ13. نكمل مع بعض الباب الـ13 بزوسيون ديل فيكولي سولا سترادا أو سكراجاتا إزفولتا إيمونوفرا إفارلا، موقع المركبات على المسار من حيث الانعطاف والمناورات. انا قلنا هنتكلم النهارده ان شاء الله على سيركولاسيون ديل فيكولي برفيلا باراليري، متى يتم السير في صفوف متوازيه، امتى العربات المركبات يسمح لها انها تسير في صفوف متوازيه او في فيلا باراليري. دي اللي احنا نعرفه النهارده ان شاء الله. فياريت نركز مع بعضنا في درس النهاردة circulazione del veicoli per fila parallele، متى يتم السير في صفوف متوازية. في البداية بنقول أو إحنا قلنا قبل كده وإحنا بنتكلم على الكراجاتا، وقلنا إن الكرسية اللي على اليمين دايما هي مخصصة للسير العادي، والكرسية اللي على الشمال أو الكرسية انترنا مخصصة للتجاوز أو السور بص. وقلنا إن إحنا مسموح لنا إن إحنا نمشي في صفوف متوازية، ولكن في شروط. الشروط ديت قلنا بعض أجزاء منها، النهاردة هناخدها باستفاضة الأوضاع أو الشروط اللي بتسمح لي إنني أسير في صفوف متوازية. نبدأ مع بعض كده نشوف متى quando si può circolare per fila parallele، متى يتم السير في صفوف متوازية. بيسمح لنا ان احنا نسير في صفوف متوازية امتى؟ هنشوف مع بعض الصورة اللي هتوضح لي الكلام ده. اربع حالات مسموح لي فيهم انني امشي في صفوف متوازية. اول حالة معايا، نشوف مع بعض اول صورة معايا او اول حالة من حالات اللي مسموح لي فيها انني امشي في خطوط متوازيه. واحد، كواندو سي انو المينو دو كرسيه بير سينسا دي مارشا تشي ترافيكو انتنسو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي هنا في الحاله الاولانيه، في حاله وجود ممرين على الاقل لكل اتجاه سير، وكمان بيكون في ازدحام في حركه السير زي ما احنا شايفين في الصوره، لابد ان يكون اقل حاجة عشان تمشي في صفوف متوازية زي ما في الصورة قدام حضراتكم، لابد ان يكون في عندي دو كرسية زي ما احنا شايفينها. هي ادي الكراجاتا فيها دو كرسية. الحالة دي طبعا الكرسية اللي على اليمين مخصصة للسير العادي، والتانية اللي هي على اليسار او الانترنا مخصصة للتجاوز. بس في الحالة ان يكون في ازدحام في حركة سير، ازدحام في المرور، فبيسمح لي انني امشي في صفوف متوازية. يبقى الحالة الاولانية اللي مسموح لي فيها انني امشي في خطوط او في صفوف متوازية، في حالة وجود ممرين على الاقل قدام مني، ممرين او كرسيتين على الاقل في كل اتجاه. في عندي ممرين هنا في الكراجات الاولى، وفي عندي في الكراجات التانية في عندي ايضا ممرين اتنين بس عكس اتجاه الاخرى. يبقى رقم واحد، في حالة وجود ممرين على الأقل لكل اتجاه سير، وكمان مش بس كده، ويكون في ازدحام في حركة السير، في ازدحام في حركة السير. تمام كده؟ ده الحالة الأولى اللي جايلك أو اللي بتسمح لك إنك تمشي في صفوف متوازية. لأن الأسئلة اللي هتجيلك على هذه الجزئية بتبقى بالدور إن أنت إمتى بتسير في خطوط متوازية. يبقى لو جالك قال لك بتسير في خطوط متوازية إذا كنت أنت ماشي على أونا كراجاتا أو على طريق سينسا دي مارشا المينو دي دوا كرسية، أقول له فيرو. وكمان ما تنساش إن يكون الترافيكو انتنسو، يعني المرور في ازدحام. نشوف مع بعض الحالة الثانية من حالات اللي بتسمح لي انني امشي في صفوف متوازيه. قال لي كواندو سي اريفانو اونا انكروتشو دوفيتشي اونا فيجالي اون سانافرو.
لما تكون انت حضرتك داخل على سمافرو إشارة ضوئية، سواء كانت هذه داخل على تقاطع، هذا التقاطع بينظمه شرطي المرور أو بتنظمه إشارة ضوئية. في هذه الحالة يسمح لي أيضا أنني أمشي في خطوط أو في صفوف متوازية عند الوصول إلى تقاطع منظم بشرطي المرور فيجالي أو أون سمافرو إشارة ضوئية. في الحالة دي ممكن أنني أمشي في صفوف متوازية زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم. ده نمرة اتنين، لما تكون داخل على تقاطع انكروتشو، خد بالك من الأسباب ديت أو من الشروط ديت عشان خاطر الأسئلة بتبقى تذكر لك فيها شرط من هذه الشروط. كواندو سي أريفانو أون كروتشو دو فيتشي أون فيجالي أون سمافرو، عند التقاطع وصول التقاطع منظم بشرطي المرور أو بإشارة ضوئية، في هذه الحالة يسمح لي أنني أمشي في خطوط متوازية. نشوف الحالة الثالثة اللي بتسمح لي أيضا أنني أمشي في خطوط متوازية. الحالة الثالثة اللي معايا بتسمح لي أنني أمشي في خطوط متوازية مع بعض، نشوفها يا جماعة أهيت. قال لي فيتشينو اون كروتشو ريجولاري دي سمافرو، لما تكون واقف في إشارة ضوئية، لما أنا داخل اهوت في الصورة اهوت العربيات اهيت ماشية في صفوف متوازية، هي كرسية واحدة اهيت ولكن هم ماشيين جنب بعضهم في صفوف متوازية. ليه؟ علشان خاطر في سمافرو، يعني في وقف لحركة المرور. يبقى لما أكون داخل أو واقف في إشارة ضوئية بالقرب من إشارة ضوئية ممكن في هذه الحالة يسمح لي أنني تمشي السيارات أو المركبات جنب بعضها البعض، يعني في صفوف متوازية كونفيلا باراليل. يبقى الحالة الثالثة في تشينو أون كروتشو روجولاتو ديل سمافرو، يبقى تقاطع منظم بإشارة ضوئية زي ما احنا شايفين اهوت، يبقى يسمح لي انني امشي في صفوف متوازيه. الحاله الاخرانيه او الحاله الرابعه اللي مسموح لي فيها انني امشي في خطوط او في صفوف متوازيه، قال لي كواندو سي اريفارسي اون انكروتشو دوفيتشي اون اسامافرو، برضه نفس الحكايه لو انت داخل على تقاطع والتقاطع ده بيكون أيضا موجود في إشارة ضوئية، عند عبور تقاطع به إشارة ضوئية أيضا مسموح لي أنني أمشي يكون في لا باراليري، يعني أمشي في صفوف متوازية. يبقى كواندو سي ريفارسي أون إنكروتشو دوفيتشي أون سمافرو، عند عبور تقاطع به أو منظم بإشارة ضوئية. دي كلها الأربع حالات اللي مسموح لي فيهم إنني أمشي في صفوف متوازية. وطبعا الأسئلة كلها بتدور حوالين الفكرة دهيت أو الأربع شروط دولت اللي هم بيسمحوا لي إنني أمشي في خطوط أو صفوف متوازية كونفيلا باراليري. هنشوف مع بعض نماذج من بعض الأسئلة اللي بتيجي على هذه الجزئية، بتبقى بالصورة اهي. قال الفيكولو موتوري، الفيكولو موتوري بوسيامو شوركولاري بيرفيلا باراليري انفيتشنانسا دي انكروتشو ريجولاري دي السمافرو، يعني هنا برضه هي نفس الفكره زي ما قلت لك، الاسئله كلها هتبدا بنفس الفكره او بتدور حوالين الموضوع ده. يمكن للعربات بمحرك ان هي تسير في صفوف متوازيه امتى؟ قال لي قرب تقاطع ينظمه اشاره ضوئيه او اشاره مرور، لاما يكون في سمافرو او في فيجالي، في الحاله دي بيسمح لي انني امشي في صفوف متوازيه. تمام، موضوع سهل وبسيط، بس انت تعرف الاربع شروط دول بحيث لما يجي لك سؤال وتشوف فيه كلمه فيلا باراليري خطوط صفوف متوازيه تعرف الحالات اللي انت ممكن تسمح لك انك تمشي في صفوف متوازيه. واحد فيتشينو انكروتشو،
في تشيلو إشارة ضوئية بتنظمها، إما الفيجري أو الإشارة الضوئية، أو عند التقاطعات أو في ازدحامات في حركة سير المرور. دي كلها حالات من الحالات اللي مسموح لك فيها تمشي في صفوف متوازية. لو قال دورانتي لا مارشا بيرفيلا باراليري كونسنتيتو كامبيري كورسية بير افوتاري مونوفرا ديسفولتا، يعني هنا طول ما أنت ماشي ممكن أغير الممر بتاعي، ممكن أغير الممر أو الكرسية بتاعتي يبقى يسمح بالانتقال من ممر إلى آخر. نفترض يا جماعة إن الطريق اللي عندي فيه كرسيتين اتنين أو ممرين اتنين للسير. هنشوف مع بعض مثلا النموذج ده. أنا عندي أهوت في عندي كرسيتين اتنين للسير زي ما احنا شايفين، ممكن عربية تعدي عربية أخرى. يبقى طول ما أنا ماشي في الطريق مسموح لي إنني أبدل من الكرسية ديت للكرسية دي أو من الممر ده للممر ده علشان أسهل حركة سير المرور. يعني لو في عربية ماشية ببطء في الحارة اللي هي على اليمين حارة السير العادية، وطبعا هتعطل حركة السير كلها، فمسموح لك إنك ممكن تخش على الكرسية اللي على اليسار أو الكرسية انترنا وتغير مسارك وترجع تاني وترد في الكرسية اللي على اليمين عشان بنسهل حركة السير. يبقى ممكن يسمح بالانتقال من ممر إلى آخر أثناء السير في صفوف متقطعة لتسهيل حركة الانعطاف، سواء كان الانعطاف يمينا أو الانعطاف يسارا زي ما احنا شايفين اهوت. ممكن أتنقل من ممر إلى ممر آخر أو أتحرك أو نفسي من كرسية لأخرى علشان خاطر أسهل الموضوع بتاع الانعطاف أو حركة السير بتاعتي. La marcia per fila paralleli emesso quando viene autorizzata della gente del traffico. يبقى هنا يمكن أو يسمح للسير في الصفوف متوازية إمتى؟ إذا سمح شرطي المرور بذلك، الفيجلي أعطاك إذن موقف حركة السير. يبقى ممكن في هذه الحالة نسمح لي أنني أمشي في صفوف متوازية. لونجو لا كورسية دي كاناليزيوني بوسيامو أو بوسيبل كي نيل كورسية دي ديسترا سي شركولاندو أون فيكولي أون فولوشيتا سوبريور كويلو دي سينسترا. الحته ديت مهمه، ان انت يمكن السير العربيه اللي ماشيه في الممر الا على اليمين، العربيه اللي ماشيه على الممر الا على اليمين ممكن تمشي بسرعه اعلى من الكرسيه اللي على الشمال. طبعا انا عارف ان الكرسيه اللي على اليمين السير الطبيعي العادي اللي عايز يعمل التجاوز السور باص بيخش في الكرسيه اللي على اليسار، لكن ايضا ممكن العربيه اللي ماشيه في الجانب الايمن ممكن يسمح لها ان هي تمشي بسرعه بتفوق او بتزيد السرعه اللي ماشيه بها العربيه اللي على اليسار. ده برضو كله علشان تسهل حركة السير. ربما يكون العربية اللي قدام منك ماشية ببطء، أو العربية اللي في الممر بتاع التجاوز ماشية ببطء أيضا، فأنا ممكن أيضا بيسمح لي أنني أزيد السرعة بتاعتي أو أمشي بسرعة أكبر من السرعة اللي ماشية بها العربية اللي على الممر الأيسر. في طول خط في طول الممرات أو في طول توجيه حركة السير يسمح لي أو يمكن السير في الممر الأيمن بسرعة بتفوق سرعة العربات اللي بتسير في الممر الأيسر أو الكرسية اللي على الشمال. هنكتفي بهذا القدر الجزئية بتاعت شركلاسيوني يكون في لابارليري إزاي نقدر نمشي في صفوف متوازية، وإن شاء الله هنكمل مع بعض الجزئية التانية في الدرس في حلقة جديدة. هناخد كامبيا دي ديريسيوني دي الكرسية، إزاي نقدر تغير اتجاهك أو تغير حركة السير أو تغير الممر عشان تنعطف يمينا أو تنعطف شمالا. يعني هناخد مونوفرا دي اسفولتا، مناورة الانعطاف. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء.
لكم مني خالص المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.